أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ما قصرت على هذا اللقاء. تبي وش هالموسم ولا الموسم اللي طاف؟ هالموسم. أوكي، الموسم القادم إن شاء الله يعني قاعدين يعني أول شيء جددنا مع حسين شاكر، يعني عندنا المهمين في الفريق طبعا حسين شاكر سيد كاظم اللي هما فوق 30 سنة. الحمد لله وقعنا معهم وخلصنا عشان صرنا يكون فريق استقراره، يعني يكون يعني مستقر، لأن إحنا ما شاء الله يعني جميع هاي السنوات كنا يعني منافسين يعني مثل ما نقول شرسين، ولكن طبعا يتفوق علينا المنامة يتفوق علينا طبعا بنجومه، يمكن إمكانياته في كرة السلة، لأن إحنا النادي الأهلي عندنا 4 لعبات ولازم ننافس في 4 لعبات ونهتم في 4 لعبات، فهذا اللي قلل شوي من ميزانية يمكن السلة وكذا، يعني مو مثل المنامة. طبعا الموسم الجاي بعدنا بنكون نطمح الى الافضل احنا، يعني طبعا ما في فريق اكيد او خاصه اذا فريق منافس يبي يكون يحقق له بطوله. فيعني طبعا ما نوع الجماهير اللي لازم بطوله، لكن يعني نحاول ان قدر الامكان ان احنا نخلي الفريق يكون اقوى، يعني كل سنه احنا نجيب لنا نجم او نجمين بالكثير. ولكن السنه يعني ان شاء الله بعد فيه يعني ان شاء الله في الدرب في نجم ان شاء الله يكون عشان انه يكون حق الدوري يكون يعني اقوى نكون، وحق بطوله مجلس التعاون راح تكون في البحر. هو شوف طبعا كفريق احنا ان شاء الله بنكون مستعدين اذا خصوصا اذا توفقنا في لاعب او لاعبين اذا يعني وقعنا معاهم وخلصنا معاهم. في عندك طبعا اجانب اثنين، فلازم بعد نكون نبحث عن اجنبي ثاني، وبنكون من ضمن ميزانيه وزاره الرياضه والشباب، واكيد وزاره الرياضه والشباب مو قاعده تقصر معانا، فاكيد راح نجيب لنا بعد نجم يعني ثاني، فبنكون شوي اكثر قوه يعني حق يعني اكثر قوه يعني من السنه اللي كنا فيها بطوله مجلس التعاون. وان شاء الله يعني الكل يطمح، طبعا الله يوفق الاهلي والمنام ان شاء الله بطوله مجلس التعاون اللي راح تكون في البحرين بين جماهيرنا، ولازم جماهير الاهلي والمنام طبعا يكونوا يد واحده حق يعني اي فريق يعني يحصل بطوله. يعني انا شخصيا ضد محترفين اثنين. هو في نقطه ان محترفين اثنين مثل ما قلت يكون في تجانس حق بطوله مجلس التعاون، بس اذا خلصنا البطوله من وقت رحنا معسكر مثلا احنا والمنام شهر، في هالشهر بتجيب لك لاعب، فيمكن يعني اكيد بيتجانس معهم لاعب ثاني. اللاعب اذا لاعبين اثنين طبعا بيحلون الدوري ما اقول لك، لكن بتخسر لاعبين بحرينيين، يمكن صارت اظن مباراه المنام والريان اعتقد محمد قربان ما لعب اعتقد صح، فخسرت نجم يعني شو اقول لك بثقل محمد قربان انه ما لعب مباراه. احنا صباح ما لعب لا يعني دقائق معدوده، عمران لعب دقائق معدوده، فما ادري انا اقول يضر اللاعب البحريني، انا باللاعب البحريني يكون يعني نجم ويتطور مستواه، فاذا جبت لاعبين اثنين ما بيتطور يعني مستوى اللاعبين البحرينيين، بيكون افضل جماهيريا يمكن نتائج وكذا، وثانيا بعد بيصير ثقل في الميزانيه على الانديه. كل منامه قادرين، اهلي محرق يمكن قادرين شوي، لكن الباقي اعتقد يعني امكانياته محدوده يعني. شوف اول شيء احنا والمنامه طبعا المنامه اقول لك يتفوقون عليك بنجومهم، نجوم عندهم اكثر منا، يعني عندهم ما شاء الله فريق كامل 12 لاعب يعني يقدر يلعب يقدر يأدي. يعني احنا اذا اللاعب يلعب 40 دقيقة يعني عندنا 2 أو 3 يلعبون 40 دقيقة في المباراة، في كل مباراة 40 دقيقة سلة، يعني مو مثل القدم 40 دقيقة لا طبعا ما يوقف. طبعا بتاثر في اصابات، بتاثر في ارهاق، ضغط عصبي بدني. بالعكس المنامه بيك مرتاح اللاعب، وكلهم نجوم بيلعب لك 20 دقيقه بيأدي اللي عنده، بيك ثاني بيلعب له بعد 10 دقائق، بيك ثالث بيلعب 10، فكل واحد مكمل بعض. يعني ما شاء الله عليهم منامه، يعني كان عندهم فريق او لا زال طبعا عندهم فريق يعني لا يضاهي في البحرين. احنا يعني قاعدين نحاول، احنا المحرق يمكن يعني قاعدين نحاول حاله، نحاول انه يمكن نجاريهم، لكن مثل ما قلت لك الارهاق والتعب هذه وايد اثر. عندنا لاعبين بالنجوم اوكي، لكن ما عندنا العدد الكافي مثل نادي المنامه.
هاي الاسباب الرئيسيه فنيا او في اسباب خارج؟ لا لا لا، هذا لا ما في شيء خارج، يعني الامور طيبه، يعني ما في شيء، يعني مثلا في ناس يقولون حكا، في ناس لا لا، خاصه هالموسم ما في شيء، يعني الموسم اللي طاف ما في اي شيء، الملعب تفوق علينا وهذه رياضه يعني. بس يمكن العام انا اشوفهم يعني اكثر، يعني مبارتين يمكن فرطنا فيهم، خاصة الأولى والثانية أعتقد فرطنا فيها يعني كثير، يعني كان في يدنا، يعني آخر هجمة كانت إنه كانت في يدنا، بس بعد يعني الأخطاء هي. أعتقد إن يمكن المباراة اللي قبل الفاينل، قبل السنة. السنة. أي في الثلاثي إنه إذا المفروض نقدر نبعد المنامة، لو كنا فايزين بالمنامة، بس المنامة يا طبعا ما شاء الله مركزين. ماسكهم كان مدرب بعد، كان سلمان رمضان طبعا مدرب خبير في كرة السلة، احنا ما ادينا المطلوب اللي عندنا، فكان بامكاننا يعني لو تقريبا نزيح المنامة نفوز عليهم خلاص يعني. لكن بعد المنامة كان يقول لك فريق كبير يعني في وقت الحزة، الحزة لا يعني يعني مرتاحين، هذا فريقنا يعني، يعني ابن كاظم هاي مكسب كان لنا. ان شاء الله السنة يعني بعد بنزيد يعني نجم، اذا في نجمين بس طبعا يعني الميزانيه لازم بس نجم واحد احنا اللي عندنا يعني، الا اذا صار بعد شيء ثاني يبنى يعني او زارف ميزانيه شيء عندنا بنشوف يعني اذا في في السوق احد يعني. يعني كلاعبين يعني ما اشوف الا يمكن لاعب واحد او لاعبين اثنين هم المميزين اللي هم يقدرون ينتقلون يعني. ان شاء الله ان شاء الله. لا الثاني يعني يمكن انا قلت بدر عبد الله جاسم هم اللي عندهم استغناءاتهم، بس اذا جبنا واحد مشكله الثاني الميزانيه خلينا نقول لك يعني خلينا نقول بين بدر يعني ميزانيتنا يعني اقل، فرحنا حق علي جعفر. اي علي جعفر نجم يعني ما قلل من شانه كميزانيه، لا بس انه كخبره عبد الله بدر عبد الله وك الانجازات اللي سواها وكذا طبعا راح سعره فوق. علي جعفر تو صغير ويعني يعني في الملاعب قصدي يمكن تو طالع من نادي ويمكن ما ادري ما حقق ما محرك بطوله ولا لا، بس يعني صار مع النجمه والحاله وان شاء الله يجينا احنا ويفيدنا ونستفيد منه، وعنده اكيد ان شاء الله يعني لا يستعجل على مبلغه ولا شيء، يعني ان شاء الله اكيد راح يكون له مستقبل باهر يعني ما شاء الله عليه. لا محترفين للحين والله ما في شيء، بس ان شاء الله يعني لازم مفروض يعني كجهاز سلة نتحرك على هذا الموضوع، بس المشكلة ان البداية يكون اسعارهم فوق، اي لين يروحون اوروبا لين يروحون مثلا اسيا وكذا يعني يتمون في نخبة تم شوي، هذه يمكن اللي ما حل خذاهم، هذه اكيد اللي احنا نقدر نجيبه يعني، احنا بجتنا يعني مو بعود مثل نادي المنام تقريبا او محرك بعد محرك بعد يمكن يفوقنا في البجت حق المحترف يعني، ولكن ان شاء الله نتمنى ان نتوفق مع محترف. مشكور حبيبي ما قصرت، مشكورين ما قصرت والله. احنا نعمل مثل دائما انا اقول نعمل ونجتهد، طبعا الساعات تخطا لكن ثقوا ان احنا نشتغل حق جماهير الاهلي، حقكم انتم يا جماهيرنا، جماهير النسور الحبيبه، وان شاء الله نحقق يعني طموحاتكم. طبعا يمكن مو في كل لعبه بنجيب يمكن بطولات، لكن اهم شيء المنافسه، ننافس احنا وان شاء الله نحقق بطولات في جميع الالعاب، ويا رب يعني نكون ان تكونوا راضين عنا.